دي احلى مفاجاه في الدنيا. ايه رايك؟ والله العظيم احلى مفاجاه. انت اصلك كلتنا في المسلسلات باكل كبده نيه، باكل كبده نيه، فجبت الكبده النيه. جبت لك كبده نيه. اتفضل ماشي، وريني بقى بتاكل كبده النيه ازاي. بس هتاكلي معايا؟ اكل معاك. هتاكلي معايا؟ اه طبعا. اقطع لك الاول. اقطع لك انت الاول. احنا ما يهمناش يا عم، احنا بتوع كل حاجات. اقطع لك انت الاول كده بس. دي حالا. ايه حالا؟ لسه سخنه نار. تمام كده؟ اه. بس انا هعصر لك عليها ليمونه بقى عشان دي لازم ليمون. انا هعصر. لا انا اللي هعصر. طيب. ايوه كده؟ محترف. ايه؟ استني استني هدلعك. هراضيكي والله. انا ما راضيانه والله راضي. استني لازم ملح. كده. اوكي. يلا. بس انا عايز تاكل بقى. بس انا بقى هاكلها بقى كده. اه. كده زي ما هي؟ اه اقول لك انا هعمل ايه بقى؟ اه. مضربين الليمون ده كده. ماشي. واحدة كمان عشان حجمها كبير. بس هم عاملين كده. عارفة الواد اللي هو بيطلع في البتاع وعامل ايوه عارف السكة دي اي اوانطة خلي بالك. ايوه ايوه طبعا. انت هتاكليها بقى بشوكة بصح؟ انا عشان بس ما عشان بعد كده ماشي. في اشياء عايزك تذوقيها. هتدعي لي السكينة تلمع. تعافي على السكينة، تعافي على السكينة اهو عشانها بتخرش. بس ايوه اضرب بقى. واخدين بالكو؟ يلا بسم الله. بس حلوه صح؟ اه تحفه. امال ايه؟ طيب بصي بقى انا هاكلها كده. انا هاكلها كده. يا لهوي. روح هوا. بس انت عاتل حاطط. طب هتحط ليمون تاني؟ على كل قطمه صح؟ غرق ليمون. في ناس هتستغرب جدا من الاجراء ده. بس هو يعني تاكل كده دي عشان واخد عليها. اه فاهم قصدي؟ عظمه والله العظيم. عظمه. كله كله. والله العظيم حلوه. والله مش عارف اشكركم ازاي على المفاجاه الحلوه دي. دي اكتر اكله بحبها في حياتي. اختار لنا مشهد نتفرج عليه واحنا بناكل، مش هنبطل اكل يعني. لا انا هاكل. اختار لنا طب مشهد نتفرج عليه. اتفرج على مشهد في اللي ملوش كبير. اه. بتاع الغزل والخديوي لما خبط لها العربيه. بتاع الله حكايتك يا ست. في الاول اول ما ابتديت اللازمه يلا يلا حلو ده بحبه وانا كمان. لو عايز تهزق راجل هات له واحده ست. فبلاش اكون انا الست دي. واتكل على الله. انا ما بردتش مع نسوان. روح للقاويكي وقولي له سيف الخديوي عمل معايا كيت وكيت وكيت وكيت. الف من يدله على طريق. لكن شغل اللك كده انا ما بحبوش. طب لو شنبك ده انت تعبان فيه وريني اخرك. على الله حكايتك يا ست. مفاتيح عميزه.